غرز في المزرعة. يا زين المزارع ويا زين جوه ومسكين اللي ما عنده مزرعة، تروح توسع صدرك وتنبسط وترفع عن نفسك. شو يقولون يا خالتي؟ يقولون ما صدق ان عبد الرحمن ولد اختك. احلفي احلفي احلف. منهم هذولي؟ جيراننا. ها من الجيران وعيالهم. منهم ايش سميهم؟ لا 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 لا, لا بجيس يا خالتي نبي نزورس ان شاء الله ويجون ابد الله يحييهم. بس لا اخذ جيت ما ادري موجودين هم موجودين ولا لا. والبعض نسخ معهم يقولون متى بيجين عبد الرحمن تعالوا. ايه انا من اسباب نجاحي بعد توفيق الله سبحانه وتعالى انت يا خالتي. شلون يقول ما يقرب لها؟ الله انا وهدوني قالوا قلت والله انا ولد اختي. قالوا ما صدق. لا لا قلت ايش حلي؟ قولي قولي من اسباب نجاح عبد الرحمن بعد الله سبحانه وتعالى انا. شلون تقولون ما يقرب لها؟ الله يهدينا وياك. الله هذا سؤال لكم اعزائي المتابعين بنختبر فيه معلوماتكم. طبعا وش مصدري؟ مصدري المزرعه اشوف بعيني وقدامي. ما هو اقوى حيوان؟ ابغاكم تعطوني بالترتيب. وزه، دجاجه، قطوه. وش الاول وش الثاني وش الثالث؟ هذا الوز وهذا الدجاج دخل وهناك القطاوه مثل ما تشوفون. الجواب هو قطوه لا، وزه قطوه ايضا لا، دجاج ثم تجي القطوة آخر شيء. طبعا كيف طريقة الاختبار اللي تمت أو على أساس حكمت عليها؟ إذا جينا حطينا لهم الأكل الوز يجي أول واحد ويطرد كل الموجود، ثم يجي بعد الدجاج والقطوة ما تقدر تقرب، ثم آخر شيء تجي القطوة وتأكل. يا جماعة هالرجال أب الشخص ساعدني كثير في بداياتي وأيضا مدير مدرسة مرموقة وكثير من طلابه يسألون عني. صحيح أبو مشعل؟ أكيد أنت محبوب ومحبوب الجماهير يا حبيب قلبي. ترى دايم ودي أجي بس الله يهدي أبو مشعل ما يعطيني الفرصة. أواعده أواعده يقول غير مناسب غير مناسب. أقول كذاب ولا ما يحتاج؟ أوه حليل إيش ده مشعل؟ لا بس الأوقات صراحة ما تناسب لكن والله إني ودي أجي. راح يتشرف فيك. أيوة والله يا طلاب طلاب مدرسة مشعل كلهم ترى والله اني ودي اجي وان شاء الله يوم من الايام باذن الله نبي نجي ان شاء الله باذن الله. نراك يا حبيبي. يا هلا.